ايه voilà. صباحكم مبروك. هذا هو الصباح. امستاد رباليات مباركية. حيت تنفيقو اول ما تنديرو نمشي نضربو واحد الصوت. راس لي خلات هي البيكا رابح حوايج ديالها بالشمس. يلا سيدنا نكملوا النهار. سو الاخوان جا الوقت باش نودعوا هذا المكان. هذا غادي يمشي بحالي هادي 9 دونس. هما راني تعطلت شويه ولكن قلت نرتاح حيت البحث عييت صراحه. عييت وقلت بلا ما نستريس راسي نوض على خاطري نضرب بعومه ونرجع نفطر. المهم قديت كل شيء دابا حيت شويه كان فيها الخدمه خاص الخيمه وهادي تياخذ شويه ديال الوقت باش تقاد داكشي. جا الوقت باش نغادروا هذا المكان هذا الزوين ونمشيو بحالنا الناس. يلا تيفيقوا كيف تتشوفوا. اوخ او هذا الصباح هذا صباح الشميشه مطانطنا كيف تيقولوا الناس. فرحاني بهاد الشميشة هادي. أنا كاين غير فهاد الخلعة هادا واخا الناس لي ساكنين ورايا المريرات. سو جا الوقت باش نتحركو بحالنا. سيادنا لقيتوني. الله قلعت شويه هادي شديت الطريق كيف تتشوفوا الجو ما نقولش عليه طوب. الجو فايت طوب لهاد ما سخونش بزاف داك السخونيه اللي تتكرفص ما باتش واحد الجو ولا غير انا تحت الغابه داكشي علاش الجو هكا ولكن الجوع على العموم واعر. هي واحد المخبزه نشوف شنو عندهم هنايا.
يا دبر راسك تك سيرتي انا عشان هاي تري بيدو تك ايرو قاعدين هي لو كيديرو سيدنا باقي نكمل طيب نطلع في واحد طلعة أصعب طلعة صام تسلبي فيها في هذا الباركور كامل من غوتنبرغ لهنا تلاقيت مع واحد الجروب ديال لي سيكليست كاملين تيتشكاو هانتوما راه كيتبان لكم في كاميرا اخرى ومازال تشاف واحد شويه واخيرا الله على راحه الله على سعاده اسوء طلعه طلعتها تقريبا هادي عامين طلعة كان فيها تقريبا شي 5 كيلومتر وطلع بحي طلع البرج خليفة شي حاجة
دابا انا في القمه ديال واحد الجبل هنايا بين هالمصطاد وهيلسينبوري. واخا الشمس بدات تطيح ولكن ماشي مشكل، الحمد لله مين كملنا الطلعه هادي سخفاتني، عرفتي شويه سخفاتني الطاقه كامله مشات. دابا بعدا شويه بدات نضرب غير في النزلات. الطبيعه الناس يبيعوا في الحليب هنا. الكيرات مبرعين، واحد الكيسة متيخمموش نهائيا. يلا الديكور ستكون بوحدك وراك حد والو، هادي خاوية مدة ديال ساعة وانا تنتمشى حتى واحد ما كاين قدامي. سيدنا الجو ولا مزفت، الشتا واحد البرق تيضرب قدامي تيخلع جوكاي. سو اوكي تاك سيدنا لقيتيني شديت الباطو لسميتو لهيلسينبوري، و حنا دابا متجهين لكبار مقرى لي فيها سان مارك. هاد الباطو هدا حسبو الثمن ديالو باش تنقل لجهة أخرى ب 57 كرونة، الثمن رخيص مكنش عول عليه. الباطو ليات كيبان لكم الناس راهم مصافين
رويس روس ديالي انا. المشيه لهيسيمبوري دوزت عليا خايبه خايبه، مكرفص فيها الشا، طاحت ليا خسرات ليا السلسله، السلسله خسرات ليا، بدات ليا الوقت بزاف انايا، تكرفصات مزيان، الدنيا راه ولاو كاملين مكرفصين كي تشوف. المهم رحلة هكا ديزا، نحاول نباتو ان شاء الله في كوبنهاغن. يلا خليكم هنا ونشوف شنو. يلا تشاو. اذا الاخوان يلاه وصلنا، ها هو هذاك العباره اللي جاتنا، جاتنا من ليها تسبيته تما من هنايا. ها هادشي اللي كاين. غنكملوا الطريق ديالنا، الطريقه تكون هي على جنب البحر، تنوصلوا في نوصل كوبنهاغن. يلا نشوفوا من بعد. باقي شاد الطريق، باقي 35 كيلومتر للسونتر ديال كوبنهاغن. ايوا انا ما نمشيش للسونتر، نحاول نبقى واحد 10 كيلومتر قبل، حيت خاصني نشوف بلاصه جنب البحر نبني فيها الخيمه. والوقت مشى الحال، دابا هادي 8:07. المهم الطريق زوينه، هي تتبلكم كيف تتبلكم الطريق زوينه، دايرين الدنماركيين معروفين بطقانة البيكالات، نقدر نقول لكم هما النمبر 1 هنايا في اوروبا، خليني من الهولنديين ولا الهولنديين واخا عندهم، ولكن مرون داكشي هنا عندهم طرقان زوينه صراحه. تقريبا شي ساعه دابا تنتمشى، بالنسبه لي الدنيا مهجوره، واليوم السبت، السبت هاد الوقيته هادي تيكونوا خارجين فيها هنايا الناس، لكن هاد البلاصه هادي اللي دزت منها مهجوره، الناس هاد الديور سميتها، ولكن ماشي ضر تمشي حد، ناقصينهم الناس. شنو اخر يا سيدي؟ ديك هيسيمبوري صراحة ما تحليش ليها خاطري بتاتا. قبل ما ندخل ليها والمشاكل في الطريق، الشخيط مسمخة حتى الشانية تطيح، ولكن واحد الجو كان كرفص الرعدة، البرق تيضرب قدامي، تنقول السلامة يا رب، تنقول هنا غادي يضرب فوق البيكالا. والشا كانت مجهده بزاف، وعندي ومن بعد وانا نلقى واحد المشكل، داك الشاري اللي جر مورايا كان معاه هو تيلصق في اللاكس ديال الرويضه اللورانيه ديال البيكاره. واحد لقيته تنلقاه تحرك من بلاصتو وبغى يخرج، بغات تخرج الرويضه كامله، هو لاصق دابا في الرويضه ولكن بقوه تقل طرخة وبغى يخرج من البيكالا، وبغى يجر معاها الرويضة كانت تطيح. والله يحفظ، كون طاحت الرويضة في شي نزلة جاية نازل بسرعة ولا شي حاجة، وعندي المشكل شنو تيسميهم، الصباطة ولا السبرديلة ديال البيكالا، في هذاك السيستم باش تلصق في البيدالات، وباش نحيدها ما تنحيدهاش نيشا غير هكا، خاصني ندور الرجل على باش نطلعها. وهادي في الطيحات، الا جاتك شي طيحه على غفله ولا صايي تبقى لاصق مع البيكالات، طيح معاها
التكرفس والله يحفظ. تنقول كون تقلعات الرويضة صدقونا دميم مازال ما وصلتش للبلاصة اللي بغيت نوصل لها. ونفوق داك الشيء عاوتاني واحد شوية زدت واحد شوية هيت يطيح السنس. لا ما عمرها دارتها ليا. نسقات فواحد البلاصة مبغاش تهيد كاع تزيرات مع دوك السلوكة. ولقيت المشكل اللي دار لها هكاك هو داك اللاكس حيت عواج بالتقل ديال الشاريو. ولكن هاد المدينة هادي السلامة منها فراجي ما نعاودش ندوز منها. لي زوين لي زوين هو انك تدوز الجهة الاخرى. هاد الجهة هادي اول مرة تندوز ليها من هنايا حيت مولف هي تندوز من مارمو لكوبنهاغن او من السويد لفريدريكس هابن واحد المدينة في الشمال ديال الدنمارك. هادي اول مرة من هيلسنبوري لهاد المدينة هادي اول مرة. ولكن اللي عجبني حيت دخلت للدنمارك الطريق مقادة كيف تتبان لكم دابا في الكاميرا ديال الكاسك تتبان الطريق مقادة موجودة كلشي مزيان. الناس تيبان لي عايشين مرتاحين هنايا الاغلبية ديالهم يمكن اغنياء ديور فيلا زوينين. اي هما سبحان الله ما عندهمش الناس كثر. هذا هو اللي كاين السفر ديما بالايجابيات ديالو والسلبيات هادشي اللي كاين. نتمنى نوصلوا بخير على خير. بقات لنا 33 كيلومتر للاخره وغدا ان شاء الله نرميو البيكالا وهاد الشاريو في شي بوس نشوف على حساب الاثمنه واش كاين شي حاجه مع الباصز اللي تيديو لكوبنهاغن. ماشي اي واحد فيه لوبسيون ديال تدي معاك البيكالا ودوك اللي تيديو بيكالا تخصك على حساب التوقيت. غتشوف الانترنت ونشوف واش متوفره شي حاجه حيت خاصني انا بغيت نمشي بكري صراحه. ما كوبنهاغن نمشيو لها مره اخرى. كوبنهاغن باقي عندي شارجي غادي نعاود نرجع لها بالطوموبيل ان شاء الله. ما في يماندور لا في كوبنهاغن ولا نمشي بحالي نشوف. لقيت شي باص هي هذيك ما لقيتش نشوفو التران. ضربت هاد الطريق كامله راح طلع قاصح الاخر تلقى الطريق مسدوده. اوف اما تكرفيس